كثيرا ما أثر راتب الموظفة على حياتها الشخصية، فمنهن من كان راتبها سببا لتعطيلها عن الزواج، ومنهن من أوقعها راتبها في مشاكل كهذه المشكلة. لعل الشخص صالح كلمة. لا شك أن عمل المرأة وتوظف المرأة بالوظائف التحاقها بالوظائف وما ذلك سبب مشاكل لهن ولأزواجهن ولأولادهن. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة راعية في بيت زوجها وقائمة بشؤونه، وجعل الزوج قائما على الزوجة بالإنفاق والكسب. فالزوج يعمل خارج البيت ويكتسب له ولزوجته ولأولاده، والمرأة تعمل في داخل البيت في تربية الأولاد وفي تنظيم شؤون البيت وإراحة الزوج، وبهذا يحصل التعاون بين الزوجين ويصلح شأن الأسرة. فلا شك أن رجوع المرأة إلى عملها الأصلي وإلى ما يليق بها وإلى ما هو المصلحة لها ولزوجها ولأولادها، لا شك أن رجوعها إلى هذا الأصل هو الذي يحل المشكلة. أما إذا خرجت النساء كما يخرج الرجال للأعمال من الصباح إلى وقت متأخر من النهار، وتضيع المرأة بيتها وتضيع أولادها وتضيع شؤون بيتها، فلا شك أن هذا أوجد مشاكل كثيرة. وأيضا هذه الرواتب التي يعني رواتب الوظائف التي تستلمها النساء أيضا سببت مشاكل بينهن وبين أزواجهن وبين والدي المرأة، وكل طمع فيها، وربما أيضا أثر هذا على زواجها وتأخر زواجها. وإن تزوجت ولاحظ الزوج منها أنها لا تخضع لمتطلباته الزوجية وأنها تذهب إلى وظيفتها وإلى عملها، فإن هذا كثيرا مما سبب الطلاق، كثرة الطلاق، لأن الرجال يريدون نساء يقومن بحوائج بيوتهن ويكفينهم حوائج البيوت. فإذا رجعوا إلى البيوت وجدوها مهيئة، ووجد الزوج سكنا مريحا، ووجد كل شيء منظما على المطلوب، فيحصل بذلك الراحة للأزواج. الله جعل الزوجات سكنا للأزواج، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجل يسكن إلى زوجته ويرتاح ويطمئن. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالحكمة في إيجاد الزوجة إلى جانب زوجها حصول السكن بينهما والراحة والطمأنينة. أما إذا صارت المرأة تشبه الرجال في العمل وتخرج إلى خارج البيت وتعمل في الوظيفة وهنا وهناك، ولا تأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر، فمن الذي سيقوم بشؤون البيت؟ وأصبحت لا فرق بينها وبين زوجها، كل منهما يخرج إلى عمل، فمن سيقوم بشؤون البيت؟ هذا من المشاكل ومن إفرازات توظف النساء في الأعمال التي تشبه أعمال الرجال. نعم.